بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا 16 الخاص باللقاء القعدان العام ومن مسافة لا وهي 4 كيلومترات. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، ثاني ايامنا من ضمن هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد السعودي للهجن. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، هكذا الاسماء انطلقت والشعارات اندفعت، البحث عن نوماس والانتصار الغالي. مقدمة الشوط المركز الاول هنا في هذه اللحظات سياف سلمان بن عبيد بن سلمان آتيمي من الدوسري يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة واندفاعة سياف، بينما المركز الثاني القدوم والحضور من الجانب الأيمن. وصل الصباح، وصل صباح له بسعد بن طالب آل فهيدة المري على المركز الثاني، ومع انطلاقة صباح من يحتل المركز الثاني بشعار له بسعد بن طالب آل فهيدة المري، بينما المركز الثالث وصل ممدوح، ممدوح ومحمد بن مانع بن محمد آل منجم يحتل المركز الثالث مع انطلاقة ممدوح، بينما المركز الرابع القدوم والحضور القادم في هذه اللحظات الجذاب سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، شعاري بن رشيد مع انطلاقة الجذاب. المركز الخامس، مرحبا يا أبو محمد، وصل مع شاهين ساير بن محمد العتيبي حضر على المركز الخامس، ولكن انخطف المركز الخامس مع انطلاقة ولد متعب سلطان بن سالم بن رباح الحربي حضر. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداؤنا الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى صباح. صباح صباح حضر شعار لحوم بن سعد بن طالب آل فهيدة المري، حضر شعار بو سعد مع انطلاقة صباح بن قويد على المركز الثاني مع انطلاقة سياف، وحضر شعار سلمان بن عبيد بن سلمان آتيمي من الدوسري، وصل ابو عبيد مع انطلاقة سياف، ولكن ولد متعب على المركز الثالث بشعار في هذه اللحظات سلطان بن سالم بالرباح الحربي، حضر مع انطلاقة ولد متعب، بينما المركز الرابع القدوم والحضور من النصر، مرحبا يا بن ثنيان، وصل عبد الله بالرصد بن ثنيان الدوسري حضر، حضر شعاري بن ثنيان مع انطلاقة النصر المركز الخامس القدوم، مرحبا يا الشوامين مع انطلاقة عديم حضر سلمان بن مسلم بن سلمان الشوامين حضر مع انطلاقة عديم، ولكن العودة إلى بن طالب لهم بن سعد بن طالب آل فهيدة المري، حضر مع انطلاقة واندفاعة
صباح 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 يا المرية صباح. ولكن بنقواد بنقواد الكيلو متر الأخير ودقت أجراس الكيلو متر الأخير. بنقواد ثانيا المركز الثالث القدوم من عديم سلمى بن سلم بن سلمان الشوامين على المركز الثالث وبالرباح مع المركز الرابع مع ولد متعب سلطان بن سالم بالرباح الحربي حضر بالرباح بن ثريان مع النصر عبد الله بن رصد بن ثريان الدوسري. ولكن العوده العوده الى المعركه الاماميه الى معركه القعدان القايو. يا سلام صباح صباح. ولكن عديم عديم يا الشوامين يا الشوامين عديم عديم وصباح وسياف والامتار الأخيرة. يا سلام يا اللقاية يا اللقاية والله زان اللقاء في أشواط اللقاية. يا بن طالب يا بن طالب مع صباح عاد سياف عاد بن قويد والامتار الأخيرة والامتار الخطيرة. يا بب 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 يا سلام يا سلام سيو صباح صباح سياف سياف. ولكن بن طالب لهم لهم بالسعادة بن طالب الفهيد المري منتزع النواصل الشوط مع صباح تانينا والنوماس. المركز الثاني سياف بشعار سلمى بن عبيد بن سلمان آتيميم الدوسري حضر على المركز الثاني. والمركز الثالث شعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي مع المتحد من حضر على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع الأسماء شعار ذات اللحظات شعار المركز الرابع. المركز الرابع شعار نايف بن صالح بن علي آل سليمان اليامي مع سياف. المركز الخامس شعار سلمان بن مسلم بن سلمان الشوامين مع عديم. متابعي الكرام شوط مثير وكان من نصيب صباح والتوقيت الزمني لمالكي صباح بشعار له بسعد بن طالب آل فهيد المري 6 دقائق 20 ثانية وثلاث وثلاثون جزء من الثانية. هكذا توقيت الصباح بشعار لهم بسعد بن طالب الفيدة المري. المركز الثاني حضر شعار سياف سلمان بن عبيد بن سلمان آتيميم الدوسري 6 دقائق 21 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. هكذا توقيت سياف بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان آتيميم الدوسري. المركز الثالث ثلاث الأسماء حضر شعار المتحد عبد العزيز بن معلب بن عليان السهلي 6 دقائق و22 ثانية و27 جزء من الثانية. والمركز الرابع حضر شعار طالب أو نايف بن صالح بن علي آل سليمان اليامي مع سياف. والمركز الخامس عديم سلمان بن مسلم بن سلمان الشوامين من حضر على المركز الخامس مع عديم. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء شوط مثير وكان من نصيب شعار بن طالب مع انطلاقة واندفاعة صباح لهم بسعد بن طالب آل فهيدة المري منتزعا نوماسي. هذا الشوط تانينا والنوماس لجميع الفائزين. ونعيد أصايلنا لراضيها حنها للركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها.